الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سنن أبي داود. سنن أبي داود كتاب الإجارة، نحن كتاب الإجارة، والليلة إن شاء الله لعل الله يتم علينا انتهاء كتاب البيوع، ولله الحمد والمنة. ما يبقى لنا إلا كتاب الإجارة، سيكون 3 مرات في اليوم إن شاء الله كتاب الإجارة حتى يأذن الله بنهايته بإذن الله تعالى. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب إخوتي الكرام، من اشترى مصرات فكرهاها. ما هي المصرات؟ المصرات هي التي تربط أخلافها، نعم، من أجل ربط أخلاف الشاة أو الناقة من أجل أن يزداد الحليب في الضرع، فيأتي الذي يشتريها يحسب السمن ويحسب أن هذا هو اللبن حقا لبنها، وهذا ينكشف بعد يوم أو يومين أو 3، يعني إذا أخذ يحلب ويحلب ثم ترجع إلى ما كانت عليه. عندنا في مصر بيفعلوا شيء آخر، كانوا يعطونها ملحا، فلما يعطونها في الطعام ملحا يزداد الملح في الطعام، تشرب ماء كثيرا. حقا البقرة بيفعل معها كده عشان الحلب. وهذا غش، غش المسلمين. فهذا ربط أخلاف الناقة هي المصرات، هي المصرات. روى المصنف عن عبد الله بن مسلمة كان الله في عونك يا مليك، حفظك ربي حفظ ابنتك، أن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي من ثقات الأثبات، أثبت أنس في مالك عن مالك رضي الله عنه وأرضاه، مالك النجم، إذا ذكر الحديث في مالك النجم، عن السلسلة المشهورة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمره. هنا هذا الحديث فيه بيوعات كثيرة، من لا تلقوا الركبان، وهذا قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا بيع المضرة، لأنه عندنا بيوع غرر وبيوع ضرر، وبيوع الضرر هو الذي يتعدى فيه على صاحبه، هذا بيوع الضرر. قال ولذلك قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه إلا إذا أذن الخاطب. قال ولا تسروا الإبل والغنم، والتصرية في الإبل وفي الغنم، وهي حبس اللبن حتى يتوهم الذي يشتري أنها سمينة أو أن الضرع يكون ممتلئا فيشتريها من أجل ذلك، فيشتريها من أجل ذلك. فمن ابتاعها، شوفونا بقى الآن في أمران، قال فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فيراضيها أمسكها وإن سخطها ردها وسعى من صم. هل فيها دلالة على أن البيع صحيح؟ مع أن فيه تغرير، فيه تغرير بالتصرية، التصرية حتى يوهم صاحبها أنها ممتلئة، فهذا فيه تغرير به، ومع ذلك العقد صحيح، لأن النبي قال فإن رضيها أمسكها، ولا يمسكها إلا إذا كانت، إلا إذا كانت، إذا كان العقد عليها يكون عقدا صحيحا، إلا إذا كان العقد عليها هو عقد صحيح. قال فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من صنف. هنا قال وإن سخطها، يعني رأى أنه مغرر به يردها، وهو قد أخذ بعض الحليب فيرد معها صاعا من تمر بدل الحليب. هذا أوجب إشكالا عند الأحناف، لذلك ردوا حديث التصرية، وقالوا حديث التصرية لم يصح، لأنه أولا قالوا هو يخالف الأصول، وقالوا أيضا شوف اللي عنده بقى يخالف الأصول، الأمر الثاني أنه يخالف القياس، الأمر الثالث أنه وجهته يعني أنه يخالف القياس، يخالف القاعدة العامة الخراج بالضمان، فقالوا هذه كلها مخالفة تدل على رد الحديث ولم يعملوا به. والوجهة الأخرى أو الأخيرة عندهم أن راوي الحديث هو أبو هريرة، وعندهم أبو هريرة ليس بفقيه، عندهم أبو هريرة ليس بفقيه، وكل هذه يعني من تلاعب الشيطان بهم، وكل هذه من انفعالات نفسية، يعني مع تبني قاعدة معينة اعتقدوها فاستدلوا عليها، ولو تحرروا لأخذوا بالحديث. أولا كقولهم الحديث مخالف للأصول، قلنا هذا باطل، الحديث أصل بذاته، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا الحديث قالوا يخالف القياس، القياس أنه يرد المثل، أخذ اللبن يرد اللبن، قلنا لم تفقهوا، لأن اللبن اختلط باللبن الذي عنده واللبن الذي كان عند البائع،
فلم يعرف قدر اللبن الذي يرده، لذلك أحال النبي على شيء يكون فيه الرضا بين الجميع، وكان الرضا في أشهر الأطعمة عندهم والتفكه أيضا به هو التمر، قال وصاعا من تمر من تمر، ولذلك من اشترى شاة مصرات فهو بالخير ثلاث أيام، ما ردها وصاع من سمراء من طعام لا سمراء فيها. يقصد الطعام هنا هو التمر، يقصد الطعام هنا هو التمر، لأن السمراء هذه حنطة، السمراء هذه حنطة. نعم. وأما قولهم هو يخالف قاعدة الخراج بالضمان، بأنه كيف يرد وهو قد ضمنها لما أخذها عنده في البيت، لو هلكت في نفس اليوم يضمنها ويكون له أرش التغرير، ما يكون له إلا أرش التغرير. فقلنا الخراج بالضمان عام وحديث المصرة خاص، والقاعدة الأسرية عند العلماء لا تعارض بين عام وخاص، الخاص يقدم على العام. قولهم أن أبا هريرة ليس بفقيه، هذا سوء أدب مع الصاحب، هذا سوء أدب مع الصاحب. وبعدين أنتم عندكم الفقيه فيهم هو ابن مسعود، ابن مسعود طلب الحديث، كيف تردون الحديث لمثل هذه الترهات وهذه التفاهات؟ وفي الحديث من اشترى مصرات كما قلنا في باب الخيار ثلاث أيام طعام، يقصد الطعام كما قال أبو سعيد طعامنا اليوم إيش الشعير، يقصد الطعام الذي اشتهر بينما هو التمر لا سمراء، يعني لا حنطة فيه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا أخرجه مسلم. وفي الحديث من اشترى غنما مصرات احتلبها فإن راضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. هنا صرح لما قال صاع من طعام أجمل، لكن رد مثلي لبنها قمحا. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ليس إسناده بذاك. نعم. قال يعني جميع بن عمير، قال ابن عمير هو من أكذب الناس، قال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث، فقوله مثلي لبنها قمحا الحديث ضعيف جدا، بل قد يكون موضوعا. والصحيح أن النبي رد المتفق عليه، ردها ورد صاعا من تمر، هذه الحديث الصحيحة، والعمل بها واجب والأخذ بها واجب، وهذا إيجاز للكلام على المصرات وكيف تكون. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة الإسلامية ويجعل ذلك إخلاصا لوجه الله. نعم. يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. لو عندكم أسئلة تفضلوا الآن، الحلقة إن شاء الله سنزيع الحلقة بإذن الله تعالى. نفع الله بكم الأمة الإسلامية، جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم. الفوائد المستنبطة، الحديث أصل بذاته لا تعارض بين عام وخاص. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.